يصرخ داوج العمياء المنتصب في حي القصبة العتيق بالعاصمة، أحد الروائع المعمارية العثمانية في الجزائر. يعود عمره إلى قرون ماضية، وبين أسواره قصة يلفها الغموم. اختلفت الروايات المتعلقة بتشييده، إذ يعتقد أن تاريخه يصل إلى 25 قرناً، فيما تنسب معظم المصادر تاريخ بنايته إلى القرن 16. يقال أنه عندنا فرضيتان لبناء القصر أو الدار. الفرضية الأولى أنه تبنات في القرن 15، لكن من طرف يحيى رايس أو في عهد يحيى رايس، لكن هذه الفرضية غير مؤكدة جدا، لأنه في القرن 17 صار زلزال قوي دمر معظم البنايات في القصبة. نروحوا نتأرجحوا للفرضية الثانية اللي هي أنه تبنى في القرن 18، وشره حزن خزناجي لابنته خداوج. ما يميز قصر أو دار خداوج العمياء هو أنه هذه الهندسة المعمارية هي نموذج للهندسة المعمارية لكل المنازل في القصب في قصبة الجزائر، يعني من السقيفة من البهو اللي ندخلوا منه ندخلوا للطابق الأول، اللي كانت معظم الأعمال المنزلية يعني تقام في هذا الطابق، والطابق الثاني يقولوا هو للبولابيتان. قصة القصر جمعت بين الواقع والخيال، وارتبط اسمه بصاحبة القصة خداوج، تلك الفتاة الفاتنة بنت حسن الخزناجي أمين خزينة الداي محمد بن عثمان، فكان هدية من والد محب إلى ابنته المدللة. الروايات التي تناولت قصة خداوج كثيرة، وجميعها تنتهي بإصابة الفتاة بالعمى، مما أكسب القصر أسطورته الشهيرة. يقال أنه اشترى لها القصر ليسترها بعد ما أصبحت عمياء. ولماذا أصبحت عمياء؟ من شدة، يقال في الأسطورة، من شدة رؤيتها في المرآة. وهناك فرضية أخرى تقول أنه الكحل الذي كانت تستعمله كان فيه سم، لهذا أصيبت بالعمى. حاول والدها أنه يحضر لها الحكمة من جميع الأرجاء، لكن ما قدرتش تشفى، لهذا شرى لها القصر باش تعيش معززة مكرمة، ويقال أنه عاشت فيه مع أولاد أختها عمر ونفيسة. أساطير ما زالت حاضرة بين زوايا هذا الصرح المعماري، وفي ثنايا غرفه المزخرفة ومقتنياته الأثرية التي خلفها المالكين الذين تعاقبوا عليه. 1832، أي بعد دخول فرنسا، يعني أصبح القصر أو دار خداوج العمياء أصبحت أول بلدية استعمارية في الجزائر، وكانت في نفس الوقت أيضاً مقر اللي سكن الضباط الفرنسيين والقادة العسكريين. وفي 1949، مع بداية المراكز الحرفيين والفنون، أصبح القصر مركز للفنون. سنة 1987 تحول القصر إلى متحف للفنون والتقاليد الشعبية، يستقبل الشغوفين بتاريخ القصبة وقصورها، ويحوي بين أروقته تحفاً وقطعاً تقليدية تحفظ الموروث الثقافي الجزائري. دار خداوج العمياء تتميز بوسط الدار كما مثلها مثل المنازل الأخرى، وأكثر ما يميزها هي المواد التي صنعت منها هذا كل يعني عندنا مثلا الزليج اللي يوجد في دار خداوج العمياء جميل جدا، المشهور بخزف دلف
اللي فيه صور السفن العثمانيين يعني اللي كانت كثيرة 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 في الأسطول العثماني. On doit connaître l'histoire en fait parce que chaque étage identifie une histoire différente de la Casbah. Mais aujourd'hui, c'était très très important de visiter la Casbah. Nous comptions la visiter sans guide et nous avons eu la chance de croiser un guide par hasard. خداوج العمياء قصر من قصور الجزائر العتيقة سيظل شاهدا على حقبات وقرون خلت لتبقى قصة الفتاة اللغز خداوج متداولة على ألسنة الجزائريين وزوار القصبة إلى حد الآن.